السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة غيث ماما. فإذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا فيديو من الفيديوهات ديال قناة غيث ماما، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. بالنسبه لذاك واش هذا الخلي يعني ضروري داك الزاكوره حتى شي ماشي كيفاش زعما يقدروا الناس ما يلقاوش هذاك الشيء زعما واش ضروري ايه دابا انا حيت عندي زعما كيعطي بالماء وهذا كمون شويه ديال الكمون شويه الكمون ديال الناس صفقناها وتقريبا صافي دابا الخطوه الاخرى اللي تندير هو كنغطيه ما كتحركش داك الشيء باش لا والو ما كنحركوش كنغطيه كنغطيه تنغطيو والعافيه مهيله 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 بزاف كيطلق داك الماء ديالو ياك وكيطيب في خاطرو كيطيب علاش علاش قلت لك هذه شويه صحيه هذا الوصفه اللي تندير بهذه الطريقه يعني الزيت ما كيسخنش بزاف الحراره ديالو ما كترتفعش بزاف ما يخسرش ما يمشيوش بدوك المكونات المزيانين بحال الفيتامينات ما يموتوش لان هما حساسين للحراره وكيطيب مهيله والحاجه اللي كطيب مهيله كتبان حتى الداخل ديالها انتم غتشوفوا ملي غادي تذوقوا غادي يعجبكم المذاق هذوك سيرتو داك الخل ديال زكبره وحتى هذا طيب هشيش كتحسي به هشيش في الطياب اللي كتقلبوا يعني كتخليه 20 دقيقه كتقلبوا اي ضروري لا ماشي 20 دقيقه كنقلبوا قبل 20 دقيقه يعني 10 دقائق بحال هكذا ولا 8 دقائق كنقلبوا كل 10 دقائق كنقلبوا غير هنا الزيت ما تيبقاش بوحدو يعني ما تيكونش كيتحركش واخا حتى الحمى ما كيتحركش حتى مهيله الحراره صحيح دوز 10 دقائق ونعاودوا نشوفوا 10 دقائق كنقلبوها فصل اخر باش الفصل اخر حتى هو داك يطيب ماشي انت غادي تشوفي كيجيو هشاش الميزه ديالهم والحمد لله تيكون شويه هشاشين وحتى داك الخل اللي درتي راه كيساعد باش يطريه كيولي اللحم طري صحيح هذا هو الدور ديالو وهو عنده جوج الادوار عنده في غير هاد الدور اللي قلتي انه كيعاون باش يهرى شويه يطر وفي نفس الوقت هو انتيسيبتيك يعني ضد الجراثيم ضد البكتيريا وهو في نفس الوقت راه عباره عن بكتيريا خصنا نعرفوا هو بكتيريا ولكن ديك البكتيريا الحميده نفس الشيء كما درنا في المرحله الاولى نديرو في المرحله الثانيه دونك
كنعتبر انا راه ماشي بحالكم نتوما العيالات كديروا لا فيناس بزاف يعني كتبغيو كت يعني الجوهر و المنظر بجوج كت حنا رجاله شويه لنا دابا تبارك الله عليه حال كيطيب يعني لا انا غير كنطيب غير بالخبز لا تبارك الله عليك ما حكاك انت تبارك الله كنزيدو نخليوها 10 دقائق اخرى اي هذا هانتي كتشوفي بنتي هو طلق الماء ديالو ياك هو الى حنا لاحظتي هانتي شوفي راه طاب تقريبا شفتي طاب وما تحرق ما والو اي ما محروق ما والو انا شنو غادي ندير غنخليه واحد شويه في هذا الماء ديالو باش يزيد يطلق المذاق يعني حيت كيتفاعل المذاق ديالو مع داكشي اللي درنا ديال العطريه وملي غادي نشف شويه غادي حنا غادي نشوفو نشف شويه صافي غادي نحطو في الصحراء بحال راه طاب انا بالنسبه ليا راه طاب غتحيد ليه الغطا ما غتبقاش تخلي له الغطا واقيلا باش لا نقدر نخليه على حساب لا على حساب نقدر نخليه وحتى العافيه كتخليها مهيله مهيله العافيه دابا نوريك العافيه الشقياس ديالها غير انا كنصح الناس اللي بغاو يتفاداو هاد المقليات زعما على الزيت انه كتولي مبدرجه على حساب درجه الحراره وباش ما يضيعش المكونات ديالها خاصه نزيد العود زيد العود فيها كنعرفوا بان فيها فيتامينات وفيها مواد يعني وفي نفس الوقت هي ما كتسخنش بزاف لانه ولا سخنت العافيه اي انت كتشوفي العافيه انت يعني ما مجهداش مهيله بزاف وكنغطيوه بطبيعه الحال ملي كيطيب كيولي بحال هكا يعني محمر هكا محمر من الجهه الاخرى بابا ها هي من الجهه الاخرى حمر اكثر كاع ماشي انت شوفي هذه الاخرى وطيب وهادو واحد الكلوه ديال الغرمي ياك حتى هي كانت هي طيبه بنفس الطريقه بنفس الطريقه وانتم تذوقوا المذاق وغادي تشوفوا المذاق هائل صراحه ذقته رائع بزاف مذاق زوين بزاف ايوا نتمنى تكون